بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال ربي اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق الله العظيم. آيات من سورة مريم حقيقة هن أفضل شيء للكلام عن الدعاء. ما في أفضل من البداية بالكلام عن الدعاء بأنه نستخدم دعاء سيدنا زكريا، فهو مثال كتير كتير مهم لنا كيف نقدر نحن ندعي لرب العالمين. طبعا كل إنسان حر كيف يدعي، وأنا ما بدي قيد حدا بطريقة الدعاء بأي طريقة. أكيد يعني أنا مو شغلتي هون أنه أنا قيد أي إنسان بموضوع الدعاء، لأنه يعني رب العالمين دعاء له مفتوح أكيد. لكن اللي أنا بدي أحكي عنه أنه احتمالات الاستجابة للدعاء هو الشيء اللي مهم لنا. ليش؟ أنه من ناحية الناس بتحكي أنه الدعاء نحن عم ندعي ورب العالمين ما عم يستجيب، وهي مشكلة للمؤمنين. بيصيروا بيفكروا أنه يا ترى إيمانهم، يعني ممكن أنه يتأثر إيمانهم بهالموضوع، والملحدين بيستخدموا ضدنا أنه أنتم عم تدعوا الله وليكم ما عم يرد عليكم. فهي موضوع الدعاء وتنظيمه بطريقة تكون فيها منطق هو شغلة مهمة جدا، من ناحية مشان ما يتأثر إيمان الناس وقت رب العالمين ما يستجيب للدعاء تبعهم، ومن ناحية تانية كلام الملحدين عن الدعاء أنه هو موضوع أنه رب العالمين ما حيرد علينا فيه، لذلك ليس هناك من داعي له من هالكلام هاد. يعني هاللي طبعا بحارب الملحدين ممكن يحارب المؤمنين بهالكلام هاد. لذلك أنا حبيت أحكي عن الدعاء، وأفضل آيات نستخدمها لموضوع الدعاء هي دعاء سيدنا زكريا. أهم شغلة وأول شغلة بتلاحظوها بدعاء سيدنا زكريا إنه هو نادى ربه نداء خفيا. نداء خفي يعني هو لحاله بينه وبين ربه نادى ربه وقال له إنه بدي إنه يصير عندي وليا والذرية الطيبة في آية تانية بسورة آل عمران. فالنداء ما كان مفتوح، ما كان جهوري، ما كان قدام كل الناس. هذا شيء مهم. ليش؟ لأنه هو بينه وبين الله. دعاء شيء شخصي، دعاء مو هو شيء عام جماهيري لكل الناس إنه يستخدمه. دعاء كل إنسان بيقوم بينه وبين ربه فيه. هاي أول شغلة. تاني شغلة، الدعاء لازم يكون منفرد وليس جماعي، لأنه كل إنسان له حاجة عند الله مختلفة عن الناس التانيين. هلا الحاجات العامة اللي موجودة للمجتمع بشكل عام الدعاء فيها كتير صعب، لأنه هي تندرج تحت أمور إلى علاقة بقوانين الطبيعة وقوانين المجتمع، وهي كتير صعب أنه تتغير. لذلك أهم شيء تفكروا فيه بالدعاء أنه هو الدعاء رح يجي. إذا نرجع لموضوع المشيئة، إذا بتتذكروا نحن حكينا أنه مشيئة رب العالمين هي بتجي بنوعين، مشيئة ماضية ومشيئة مضارعة. المشيئة الماضية هي القوانين الثابتة التي لا تتحرك، اللي رب العالمين خلق الكون فيها وخلق الإنسانية فيها ولن يغيرها، لن يغيرها. فيعني نحن قد ما بندعي من هلأ لبكرة إنه والله يا رب وقف الجاذبية مشان أن نحن ما يصير عندنا مشاكل إنه نطيح مثلا أو نوع، رب العالمين لن يوقف الجاذبية مهما دعينا. إنه يا رب وقف الأمراض مثلاً، أو أحد الأدعية اللي دعاء كتير كتير يعني غريب، إنه اشفي كل المسلمين.
شو بده يشفي رب العالمين كل المسلمين؟ إذا شفى رب العالمين كل المسلمين، أحد أهم أسباب الموت هو الأمراض. وإذا رب العالمين شفى كل المسلمين، معناتها ما عاد يموتوا المسلمين، أو بصير نسبة كتير ضئيلة منهم بتعمر وبتعيش، وممكن إذا ما في مرض معناتها يخلد الإنسان. يعني الطلب إنه يا رب اشفي كل مرضى المسلمين هو طلب غير منطقي بشكل مخيف، لأنه عم نطلب من الله إنه نغير قوانين أسس عليها الكون كله، وعم نطلبها بشكل مفتوح. وهذا شيء يعني في أحيانا الملحدين بيضحكوا علينا وقت نحن نعمل هالشيء. لذلك أنا برأيي كتير مهم إنه نبدأ نفكر بدعائنا قبل ما نحكي. إذا الدعاء تحت المشيئة الماضية، تحت أي قوانين تأتي تحت المشيئة الماضية، هو دعاء بلا جدوى. هلا ادعي على راحتكم، يعني انا ما عم اقول انه ما يدعي الانسان، لكن مثل ما قلت لكم في مشكلة اذا نحن دعينا دعاء غير منطقي انه ما حيتحقق. من ناحية ايماننا بده يتأثر، ومن ناحية ثانية الملحدين بيقولوا لنا عليكم الله ما عم يرد عليكم. كثير مهم انه نعرف شو هي طريقة الدعاء اللي ممكن انه رب العالمين يرد عليها فيها. واهم شيء بموضوع الدعاء انه رب العالمين يرد علينا فيه، انه الدعاء لازم يكون تحت المشيئه المضارعه، بالامور اللي متحركه، بالامور اللي فيها تفاعل بين الانسان ورب العالمين بشكل مستمر. نحن حكينا انه رب العالمين خلق الدنيا بقوانين ثابته بالمشيئه الماضيه تبعه، اللي هي اشياء ازليه ولن تتغير، وما حيوقف القوانين مشان حدا عمليا. يعني ممكن نحكي بالمستقبل عن انواع المعجزات، لكن نحن ما عم ندور على معجزات هون، عم ندور على دعاء عادي. الدعاء العادي تحت مشيئه الله الماضي ما حيمشي الحال. اي ادعيه بتتعلق بقوانين ثابته للكون ما حيمشي حاله. الأدعية لازم تكون بالمشيئة المضارعة، المشيئة المتفاعلة بين الإنسان ورب العالمين، يعني المشيئة اللي ممكن يكون فيها احتمالات تتغير أو لا تتغير. ودليلي على الشيء نحن شفتوا أنه آيات سورة مريم عن دعاء زكريا يمكن ما حكت بالمشيئة، لكن الآيات اللي بسورة آل عمران لدعاء زكريا في موجودة فيها المشيئة. هو بيقول هنالك دعا زكريا ربه، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هاي الآية 38 من سورة آل عمران. بعدين بيجي آية 40 من سورة آل عمران اللي بتقول قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. هون جاي بالمشيئة المضارعة موضوع الدعاء. ليش ما أجاب مشيئة الماضي؟ ليش ما قال رب العالمين قال كذلك الله فعل ما يشاء، أو عفوا يفعل ما شاء؟ ليش ما قال يفعل ما شاء؟ لأنه لو قال يفعل ما شاء معناها أنه خلق يحيى، وأنه رب العالمين يوهب يحيى لسيدنا زكريا كان مقدر منذ الأذن، وهو غير صحيح. يعني كان قانون منذ الأذن، رب العالمين قدر يعني أراد أنه يحيى يكون ابن لزكريا، وهذا ليس صحيح. ليش؟ لسبب بسيط جدا، انه لو الحكي صحيح كان زكريا ما في داعي يدعي، كان بالاصل الدعاء غير ضروري. اذا الدعاء ضروري لانه كان رب العالمين ما حكم فيه كان يحيى لو ما صار في دعاء من سيدنا زكريا. اذا سيدنا يحيى ما كان رح ينخلق لو ما كان في دعاء من سيدنا زكريا. لذلك اجت بالمشيئة المضارعة، المشيئة المتغيرة المتقلبة اللي فيها تفاعل بين رب العالمين والإنسانية. المشيئة الماضية لو قال يفعل ما شاء كان مشكلة. ليش؟ لأنه معناها مقدر منذ الأزل أنه سيدنا يحيى يكون ابنه لسيدنا زكريا، وهو غير صحيح. المقدر منذ الأزل غير صحيح، أنه ما له مقدر منذ الأزل. والدليل على هالشيء أنه كان لو مقدر منذ الأزل معناته ما كان في داعي لدعاء سيدنا زكريا. إذن الدعاء لازم يكون ضمن المشيئة المضارعة. تذكروا نحن وقت حكينا عن موضوع المشيئة من يشاء، أنه المشيئة المضارعة الإنسانية ضمن المشيئة المضارعة الإلهية، وقت حكينا عن هذا الموضوع المرة الماضية. الدعاء طبعا هون مقدرة ومعرفة الإنسان هو بتحدد مشيئته، ومشيئة رب العالمين هي لا نهائية أكيد، مشيئة المضارعة. وهون التفاعل بين الإنسان ورب العالمين. الدعاء بيكون على حدود، بيكون على حدود الشغلات اللي مقرب الإنسان أنه يقدر يساويها، لكن بحاجة لدفشة صغيرة
بيدعي رب العالمين. بهالحالة الدعاء بيزبط. يعني أنا عندي امتحان درست له كتير، درست 90% مثلا من المنهاج، رحت على الامتحان، دعيت لله قبل ما أروح على الامتحان، بيني وبينه بشكل نادى ربه نداء خفية، بشكل خفي بيني وبين الله بشكل شخصي، دعيت لله قد ما بقدر مشان انجح بالامتحان. ثاني يوم كل الأسئلة يجوا من 90% من المادة اللي درستها، ما اجى 10% اللي ما درستها. مو بس نجحت، جبت علامة كتير عالية. ليش؟ لأنه رب العالمين ضمن المشيئة المضارعة اللي مو مثبتة، اللي فيها تفاعل بيني وبين بيني كإنسان وبين الله اللي خلقني، دعائي له خلى أنه توفق بتاني يوم بالامتحان ويجي الشغلات اللي قريتها أكثر من اللي ما قريتها. لكن في شغلات أنا لو ما قريت ما بنجح، لو ما درست ما بنجح. اذا ضمن مشيئتي المضارعه انا درست واشتغلت كثير، على الطرف هون في تفاعل بيني وبين مشيئه الله، انه رب العالمين خلى الاحتمالات تكون بصالحي اكثر ما انه تكون ضدي. اذا هو الدعاء موضوع احتمالات، هو المشيئه المضارعه اللي بتتفاعل بين رب العالمين والانسان هي احتمالات لا نهائيه عند الله، متحدده عند الانسان طبعا، واحتمالات الإنسان المحددة بتزيد بالدعاء. يعني الدعاء مين بيستخدمه مشان يقدر يزود احتمالات اللي بيقدر ينجح فيها بالشغلات اللي بده إياها. مثلا أنا عندي مرض بدي أتعالج، بدعي لله أنه الله يوفقني بدك طبيب كويس مشان يقدر يعالجني، وبروح لعند الأطباء وبسأل عليهم، نفس الوقت بقعد بدعي لله، مو أنه بغمض عيوني بقول يا رب شفيني وأنا قاعد ببيتي ولا بشوف لا طبيب ولا شيء. كثير دعاء مهم أنه نعرف أنه ضمن المشيئة المضارعة هي على الحدود بين المشيئة المضارعة الإنسانية والمشيئة المضارعة الإلهية. بالحدود هون في هامش ضيق بيزيد وبينقص على هوا دعائنا لله أو عدم دعائنا لله. شكرا كثير، موضوع كثير ظريف، وأنه لازم الإنسان يعرف كيف يدعي لله. وموضوع أنه الدعاء الجماعي وخاصة بشغلات غير منطقية، مثلا يا رب اشفي كل مرضانا، هذا كلام لا يصح لا يجوز. انا برايي هو يعني انا ما عندي ما يعني انا برايي مين انا لحتى امنع رحمه الله عن الناس؟ اكيد لا، بس يعني انا بقصدي انه ما حيصير. يعني مثل واحد عم يقول لرب العالمين يا رب وقف الجاذبيه او وقف الامراض، ما بتزبط، ما حيصير هذا الشيء، ما حيصير هذا الشيء ضمن مشيئه الله الازليه الماضيه، ما له علاقه بالاشياء اللي لها علاقه بالدعاء. شكرا كثير، يعطيكم العافيه.